لكن اللي عم يتابعونا هلا على شاشه الاب تي في وي ار لايف، نحن وياكم وسلي حلوه عم تشوفوها لابطال من لبنان عم يلعبوا ضد الفريق السعودي وواصلين للمباراه النصف النهائيه. نمبر فور من السعوديه الحاجي بشوط ريباوند بالوقت لصليبه والفريق اللبناني عم يلعب على اجانب لانه الفرق 92-64 لصالح الفريق اللبناني نادي بيروت. الفريق واول مره بتاريخه بالمباراه النصف نهائي بطوله الانديه العربيه مباشره من ملعب بلديه الشياح. نمبر 12 العال بفوت على السله ما بيسجل، طابي مع الفريق السعودي بيكملوا فيها 22 سنه لنهايه المباراه بتلعب تلعب على 3 بوينتس. بس للمشاهدين لكم عم بتشوفوا بطولة الأندية العربية وبعد شوي رح نكون احنا وياكم بمباراة ثانية مهمة لبطل العرب بطل الأندية العربية الهومنتمن بطل من لبنان رح يلعب بمباراة ثانية يلي هي كوارتر فاينل ضد العربي من قطر. لكل المشاهدين لام تي في بهالوقت رح نكون احنا وياكم مع ملعب ببيروت وقلب لبنان فول هاوس. شوفوا الهو من ذي ار سوبر ريدي. فريقين اللي عم يسلموا على بعض، فريق نادي بيروت بيوصل للمباراة النصف نهائي ببطولة الأندية العربية لأول مرة بتاريخ النادي يلي ما صار لهم زمان مبلشين، بس نادي بيحمل اسم لبنان العالي. هون عم شوفهم بالاعداد اللقطات مع هذا الجبل الحيدر والفريق السعودي الفتح السعودي اللي شارك بهالبطوله كمان بطريقه كثير حلوه ومحترمه وفريق ممتاز. بس اليوم فريق لبناني كان كمان موفق كثير. نادي بيروت هيدا العقل والاعداد، شوف هيدا على 3 بوينتس جبل من لبنان ماونتن فاير اللي عم بيحط السله. هذا رقم 10 اللي هو عبد الله طاهر، كمان افرج نقاطه ببطوله الانديه العربيه 12 نقطه حاطط. الفريق السعودي هارد لاك شاركتوا مشاركه حلوه كثير وبنشكركم كمان اللبنانيين لانه شرفتوا على البلد يلي بيحترمكم كثير. هون في لاعبين من البنش بس هن رجال على ارض الملعب. بهالوقت باتريك سابا مع جايل خوري بانترفيو. ألف مبروك كوتش، قدمتوا جيم كتير كبير اليوم. كان بدي أسألك إنه في لعيبة مثل علي حيدر وروني فهد مشاركين ببطولات دولية وعربية كمان، قديه هالشي ساعدك بهيدا الوقت؟ أكيد ما في شك، روني لعيب كتير كبير، علي كمان، يعني حتى إذا بدك ميغيل كمان شارك معنا بالويندو 3 بحزيران. يعني الشباب حتى اذا بشوف الصغار اسم الله، يعني جاد وبيرو رالف عم بيقدم اداء رائع جدا، كل الفريق بعقده الشباب اللي كان قاعد برا او اللي جوا دائما عارف دوره شو لازم يعمل. هذا الشيء اللي عم بيساعدنا، بيرجع على الدفاع عنوان كثير كبير. ان شاء الله نقدر نثبت اجرينا اكثر بده سيمي فاينل. بتمنى بيست اوف لاك للهومنتمن. معقول تتواجهوا سوا؟ نحن كنا بنفضل انه اكيد على الفاينل، بس هيدا الشيء بيعني انه في فريق لبناني راح يكون بالفاينل الحمد لله. الف مبروك وبالتوفيق. ميرسي ميرسي. نرجع لعندك توني. راح نكون نحن وياكم عم نتابع هلا المباراه اللي تحضرت والملعب صار فول، كل الناس اللي اجوا مش بس للهومنتمن، اجوا لحتى يشجعوا لبنان اليوم، وكلنا عم نحكي بلبنان. مبروك لنادي بيروت اللي عم بيمثل لبنان، وصل للمباراه نصف نهائيه، وهلا جوم جايز كمان من افضل المدربين يلي هيك بحط المعنويات ويلي الفريق كله عامل. نرجع بنقول هالكيمستري وهالنفسيه الحلوه والتنظيم. جوم جايز مباراه اليوم منا سهله رح تكون مع العربي من قطر، نحن بنحترم هالفريق وكل الفرق. شو رايك بهالمباراه؟ مثل ما قلت منا مباراة سهلة، أهم شيء عنوانا الكبير هو الريباوند، خاصة نحن هيدا البارت عم نعاني فيه بالجيم تبعنا، وهن عندهم كثير سايز، بقى هيدي هي مفتاح الربح، يلي بيربح الريباوند ريس بيربح المباراة، لأنه ونس بنقدر نجيب ريباوندز بصير عندنا ترانزيشن هينة، وهن عندهم ترانزيشن ديفنس قاتل، سو بنقدر نستفيد من هيدا الناحية. ومثل ما قلت نفسية الفريق تبعنا كثير منيحة،
لو صار له فترة قصيرة مع بعض، بس عم بيلقطوا مع بعض. وهوبفلي إلي ستيفان اليوم هي ويل ستيب أب بعد الإنجري ليساعدنا من فروم أوتسايد ذا بينت. جو كنت عم تحكي امبارح فازن أنت عن الفريق اللي هو متكل عليه سريع كتير، فازن اليوم كتير بالنسبة للتحضير وبالنسبة للهيك قبل ما تبلشوا المباريات مع اللاعبين عم تحكي معهم بالنسبة للريباوند للبوكس أوت للديفنس اللي عم يلعب. قلب واحد رح يكون مع جمهور قد لبنان وقد العالم اللي هو للهومنتمن. all the best بتمنى لك كل التوفيق ومنشوفك هلا ومنشوفك بعدين كمان. رح نكون احنا وياكم فازا تحضير بهالارض الملعب الهومنتمن يلي عم بحموا عم يعملوا الوارم اب. وهلا كمان عنا وجه حلو عطول كمان بنعتز فيه بلبنان، وجه حضاري معالي الوزير افيديس كيدانيان اللي هو وزير السياحه عم شوفك كثير هالايام، عم شوفك كمان مثل ما بالجمال لحتى نوصل الصورة الحلوة للبنان، عم شوفك كمان بالرياضة حاضر على طول، وهيدا من حظي عم كون هيك قريب منك. شو رأيك بهالمباراة اليوم يلي جاي كل الدعم لحتى تحطه وكل هالنفسية الحلوة وكل لبنان عم بيشارك؟ تعرف أول شيء بدنا نشكر شاشة الام تي في يلي عم بتخلي جمهور اللبناني يتمتع بهالبطولة يلي هي مميزة. هلا حضوري على الصعيد الشخصي لدعم فريق الهومنتمن أكيد من كل بيت مع النجاح لكل المشاركين بالبطولة، لكن مثل ما بتعرف قلبي وروحي وكياني مع الهومنتمن، ما فينا نحكي غير هيك. بعدين بالطريقة اللي عودت تحمسنا عليه بالزمنات رجعت تحمسنا هون، هلأ ما بقى فينا نقعد بالبيت، صرنا جايين لعندك. صرنا جايين لعندي. أهلا وسهلا فيك مع الوزير. بس رح لك إنه كل هالجمهور يلي موجود جايين من كل لبنان، الهومنتمن مش بس من قلب بيروت، من كل لبنان. فبعرف انه ناس اليوم عم بيتابعوا هالمباريات عبر شاشه الام تي في، عم بيكونوا كتار، عم بيكون هالعالم بالتحميه اللي عم شوفها والورم اب قدامنا. كل الناس حاطين قلبهم لحتى يكونوا اليوم بهالمباريات، لانه فريق وصل كمان اسمه نادي بيروت. نادي بيروت ومن هنيهم اكيد وصلوا على السيمي فاينل. هلا فريق الهومنتمن من الله رد بيتلاقوا مع بعض، بس نحن عم نحكي مع لبنان، عم نحكي عن وجه بنرجع بنقول حضاري ورياضي عم بنقوله لكل العالم. توني نحن اللي بهمنا، واكيد مثل ما انت بهمك والجمهور اللبناني بهمه، نفرجي هذا الوجه الحضاري اول شيء لاشقائنا العرب يلي هن مشاركين بهالبطوله، ثاني شيء للعالم كله تنقول انه نحن بافضل حال ونحن قادرين نكون باشرق وجه ممكن يكون لبنان حتى باكحل ظروفه. ما رح نحكي عن امور سيئه، امور ايجابيه. انا بتشكركم، بتشكر تغطيتكم لهذا الحدث. ما انه نحن بحدث رياضي، اذا بتسمح لي رح مرق مسج صغير. هيدا المسج نداء لكل الناس، لكل المشاهدين وخاصة لمناصري الهومنتمن. في بصفتي وزير سياحة، في وصيفة ملكة جمال لبنان سنة 2016 دموازيل ميشيل الحجل يلي اليوم عم بتصارع مرض كتير خبيث، نداء مني للكل بأنه ندعمها بكل شيء فينا نعمله من أقصى أصغر شيء لأكبر شيء، لأنه نحن اليوم بكامل صحتنا عم نتمتع بكل شيء. هي كانت بوقت من الأوقات وجه لبنان المشرق، بنتمنى لها الخير وأكيد رح نتبعها بفضلكم وبجهودكم إن شاء الله. ميشيل حجل على طول على الحال مع الوزير باسمك وبهالصوت يلي هلأ عم توصلوا لكل العالم بطريقة هيك بكل حب. نحن كمان كل مرة عم نذكر هذا الموضوع وكل الناس اللي عم بتساعد فايت أجينست كانسر، فايت مع ميشيل، لأنه هي ميشيل بإيمانها بحبها بصدقها بعاطفتها بكل الناس اللي حواليها. بدي أشكر كل الناس عبر شاشة الام تي في يلي شاركوا بالدعوات، يلي شاركوا بالصلاة، يلي شاركوا بالطريقة المادية، لأنه بتعرفوا نحن بحاجة لدعم مادي مشان العلاج. نعرف إنه بإيمانك رح ترجعي توقفي وتقومي ورح تكوني فايت مع هالشباب بطريقة رياضية وروح رياضية عم بحاربوا. أنت كمان عم تحاربي المرض، وكل الناس يلي هجموا على هذا المرض مثلك أنت رح نكون كلنا موجودين وكلنا حاضرين وكلنا ميشيل حجل وكلنا مع كل المرضى يلي هلا بالمستشفيات كمان عم يتابعونا وهن معنا. كل الدعوات لكم، منحط حالنا معكم ومنفكر فيكم على طول، وان شاء الله بهالماتش وبهالمباريات فريق من لبنان يرفع راس لبنان لحتى هيك يشفيكم بطريقه اسرع كمان، توصل هالفرحه لقمتها ان شاء الله ان شاء الله بفوز احد الفرق اللبنانيين ان شاء الله. اذا مع الوزير نعمل مثلا ملك جميل الرياضيين، معقول البارود يبين فيه؟ انت من دون ما حدا ينافسك، من دون ما حدا ينافسه وانا بمضي له قبل ما تتشكل الحكومه، بعدني وزير سياحه فيه بمضي لك. شكرا لك، نرجع رح يكون لنا لقاء معك لانه احنا رح نتابع. فهلا كلنا عم نشارك مع بعض، كلنا عم نشارك لحتى نكون بهالمباريات اللي عم تلعب. نحن وياكم من قلب بيروت ملعب بلديه الشياح، رح نروح لعند جايال رح تكون كمان بانترفيو. اهلا وسهلا فيك،
مع المدرب فضلي كوتش حاتم. امبارح قدمتوا جيم كثير كبير قدام فريق بيروت، بس باخر كورتر حسينا صار في جابس على الديفنس، قدروا يسددوا ويسجلوا ويفوزوا بالمباراه. هل انعمل ادجستمنت لهيدا الموضوع اليوم؟ رح تجربوا تفوزوا وتتاهلوا للدومي فينال؟ مثل ما قلت لك، احنا ناقشنا ريتم المباريات، امس فقدنا ريتم المباراه، مسكنا في فريق بيروت وكان هدفنا انه نكونوا اول المجموعه. ما شاء الله فعل. اهم شيء بالنسبه لنا احنا حاولنا نصلحوا بعض الاشياء، حظنا الفريق ان شاء الله يكون في احسن العطاء اليوم. بالنسبه لنا مباراه الحقيقه اليوم هي المهمه، ما هي مباراه امس. ان شاء الله الفريق يكون في احسن حالاته، والتوفيق ان شاء الله يكون في حظنا، لان الكوارتر الثالث والرابع ما كنا موافقين مثل الاول والثاني. الحمد لله على كل حال، ان شاء الله اليوم نوري نكون بوجه ثاني واللعيبه يتمسكوا المباراه 40 دقيقه ان شاء الله. شكرا لك بالتوفيق. المدرب حاتم مملوك، شكرا لك. متابعين نحن وياكم فاز بطوله الانديه العربيه عبر شاشه الام تي في، بطوله الانديه العربيه اللي عم تبعها من قلب بيروت. رح نكون مع الي ستيفان اللي كان مصاب، بس بدي لكم انه هيدي المباريات اللي عم تلعب، بتعرفوا هذا الباسكتبول اللي موجود كمان انديه عريقه بلبنان مثل نادي الرياضي اللي ربحان 5 مرات بطل الانديه العربيه، نادي الحكمه يلي بتحبوه يلي كمان كنتوا موجودين كل لبنان من كل المناطق اللبنانيه، حدوا مرتين بطل الانديه العربيه، الهومنتمن مره بطل الانديه العربيه. فاذا في الانديه اليوم الهومنتمن وبيروت عم بيلعبوا باسم كل الانديه اللي موجوده بلبنان، كل التشجيع من كل اللبنانيين. الي ستيفان يلي موجود حد كان عنده اصابه يلي هي لامباغو بظهره بتحت كعب ظهره، كان في شوي شد بالعضل، صار احسن افضل شفناه بالمباراه اللي كانت امبارح. كيف حس اليوم الي؟ اول شيء انا بدي اقول لك مبسوطين احنا فيك، شان لك كلنا ربينا على صوتك على ايام الحكمه وعلى ايام بطوله اسيا وبطوله العرب بقى عطيق يعني. انا صرت احسن، بدي جيم باي جيم بتصور يعني، انت بتعرف بس توقف صار لي 5 6 دايز ما عم بقدر اركض، كنت سو نفسي منه منيح على الملعب، بس شوي شوي رح جرب قد ما فيي فوت بالجو، وبس كون قادر ساعد فريقي يعني الكوتش يطلب مني فوت رح جرب قد ما فيي. كل التوفيق لك الي ستيفان. رح تكون متكلين قبل شوي جوم جايز كان عم يحكي عن الموضوع، فمتكلين على لعبك وعلى حضورك وعلى شوطك وعلى كل شيء هذا اللي بتحط قلبك بالملعب. رح نكون احنا وياكم جايل كمان بانترفيو مع ذا وان اند اونلي ريستوم. هاي الي. هاي احتليتوا المركز الثاني بالمجموعه، فاليوم رح تواجهوا خصم منه سهل ابدا، امبارح قدر يجاري فريق بيروت، شو الديفنسيف بلان يلي رح تمشي عليها اليوم، خاصه انه عندهم لعيب اسمه خالد عم بيكون مين سكورر بالبطوله وبفريقه كمان، هل رح نشوف في عليه دبل تيم او رح يستعين الكوتش فيك او بكريم زينون عدل؟ بالمبدا رح نبلش يعني، فينا مرات بنعمل سويتش بيني وبين كريم يعني، رح نريح بعض. اكيد نحن شوي شوي فريقنا عم بيتحسن كتيم ديفنس، هذا هو الشيء رح نشتغل عليه. لا مش رح نبلش مش رح نبلش دبل تيم يعني، نحن شفنا ديفنس كيف تبعنا بتصير وحسب الجيم، هو اهم شيء الون اون وان ديفنس تبعنا لازم تكون للكل يعني، خمسة على ارض الملعب، وعلى اساسها بيرجع عم نشوف شو بيصير بالجيم، نعمل ادجستمنت او هيك ان شاء الله نتوافق. هو ديفنس هو المفتاح. إذا ربحتوا اليوم رح تواجهوا فريق بيروت بالدمي فينال، كيف بتشوف هالمواجهة؟ مواجهة رح تكون أكيد حلوة، أنا شخصياً كنت بتمناها تكون بالفينال، بس صارت الظروف. كمان رح تكون مواجهة كثير صعبة، بس نحن هلا ما عم نفكر أبداً صراحة ببعدين، عم نفكر هلا بالجيم تبع اليوم، إن شاء الله لازم نفوت نلعب اللعب تبعنا نقاتل، وإن شاء الله بنتوفق وبعدين لبيروت بنشوف. نتمنى لكم كل التوفيق. ثانك يو لإلك. شكراً لإلك جايل، ريستوم أول ذا بيست، إن شاء الله كل شيء بيكون منيح. مع الناس اللي موجودين شوفوا هون مع الوزير مع كيمان وكيان، وعم تابعين احنا وياكم لايف على الام تي في المباراه اللي عم نتابعها، مباراه الكوارتر فاينل عم تلعب بين فريق الهومنتمن حامل لاب بطل الانديه العربيه وبطل لبنان. بدي اشكر كل الجمهور وكل الناس اللي هيك بعتوا التعاطف وهيك الاشياء اللي قالوها بطريقه حلوه عن الدعم لكم من الام تي في، مني نحن حاضرين لحتى نكون مع كل لبنان يلي عم تلعبوا وعم يلعب فريق الهومنتمن. بعد شوي عم شوف كريم زينون نحن وياكم، كريم نمبر 7 صرتوا تعرفوا هذا الرقم، هيدا اللاعب يلي ديفنس يلي بيهجم يلي بيعمل بلوك شوت يلي شوطه حلوه كمان، لاعب كله قلب جريء، واليوم حاضر للمباراة كوارتر فاينل. أكيد فول باور جايين، وما كثير عنا وقت كان جهز للجيم لأنه باك تو باك الجيمز، بس إن شاء الله نربح الجيم ونلعب من قلبنا والله يوفقنا. متكلين عليك، بتعرف إنه ناس كثير عم بتتابعك اليوم، ناس عم بتتابع الهومنتمن، ناس عم بتتابع لبنان، والعالم يلي عم يحضروا كل قلبهم معكم، لأن نعرف قديش كل شيء عندكم باور وكل شيء عندكم تيم وورك،
رح تحطوه بهالمباراة؟ مزبوط، نحن بالآخر عم نلعب للبنان، فبطلب من كل جمهور الفرق يشجعونا ويشجع بيروت، وإن شاء الله البطولة بتضل بأرض لبنان. كلنا عم يشجعوكم. كريم زينون all the best. Thank you, thank you. من فريق الهومنتمن اللي هو حامل لعب ما شيء ما تغيروا بشيء ابدا ابدا. هذه المباراة اللي عم تلعب عم تشوفوا قدامكم الملعب اللي هو فول ما تغيروا. شاشاتكم قربوا كنبياتكم تلفزيون حطوا ريموت كنترولات حلوة عشان ما تقعدوا تدقوا نهائيا بالتلفزيون لأنه عايزينكم للمباراة، لأنه بيقولوا الجمهور يلي هو السادس لاعب السادس أنتم اللاعب السابع يلي موجودين ببيوتكم يلي عم تتابعوا عبر شاشة الام تي في مباراة الربع النهائي يلي نحن بحاجة إلى ضد فريق العربي من قطر، مباراة عم يلعبها فريق الهومنتمن حامل لقب الأندية العربية، بطل الأندية العربية السنة الماضية وحامل لقب الدوري اللبناني بالباسكتبول. قديش حلو هالجو، قديش حلو هالإنرجية اللي موجودة بهالملعب، بتحسوا نار وطالعة ومشرقة مع البارود عبر الام تي في لنكون نحن وياكم مع الكوارتر فاينل. أول مباراة لعبت نادي بيروت كان لعب ضد نادي الفتح من السعودية وربح، فإذا وصل على دومي فينال أو المباراة النصفية اللي رح تكون نهار الخميس، وهلا عم شوف الهومنتمن مع نادي العربي من قطر يلي عنده لاعبين كمان كثير قوية نادي العربي من قطر. فإذا بالنسبة للفرق اللي شاركوا 11 فريق طلع من كل مجموعة 4 ب4، لعب الأول ضد الرابع، يعني الأول من ثاني مجموعة، الرابع من ثاني مجموعة هيك إيه، والأول من هون ضد إيه، والثاني ضد الثالث، والثاني ضد عشائت منيح. خلص شو الموضوع؟ كوارتر فاينل عم تلعب هلا هومنتمن ضد العربي من قطر. بريك ونرجع نحن وياكم، ما تهزوا 30 سكندز وراجعين. وي ار باك. عودنا نحن وياكم مشاهدين الام تي في لنكون مع بطولة الاندية العربية ال 31 يلي عم تلعب هومنتمن ضد العربي من قطر مباشرة لايف من بيروت من قلب لبنان من عاصمة لبنان بيروت ما بتموت. هالمباراة اللي عم تلعب مباراة ربع نهائية اللي بحاجة انه يربحها فريق الهومنتمن اللي هو حامل اللقب. عم شوف قدامنا ستارتنج لاين اب هومنتمن والعربي. باتريك بوعبود نمبر 3 عم يلعب كثير منيح بوعبود. زينون 7 8 ريستوم 13 جونسون كريس جونسون سنتر وهاج نمبر 15 انكرم نمبر 6 يلي بيلعب اللاعب الاجنبي مع فريق العربي من قطر. لوغومبو 8 كمان لاعب اجنبي من السنغال نمبر 14 سيك 22 عبدي و جوي نمبر 2. هذه المباراه والجمهور يلي موجود بشكل هيك كثير حلو بشكل عم يعطي اذا بدكم دفى وحب وطنية وحماس وتشجيع للبنان وفريق عم يمثل لبنان بطل الأندية العربية. هو من من كمان 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 لايكو لايكو جمهور لايكو جمهور يا بي يا بي يا بي يا بي فاير نار. هذا الفريق العربي من قطر يلي اشتركوا مع كل الفرق من الدول العربية من أغلب الدول العربية من مصر، سلام لمصر وأهل مصر والرياضة بمصر، ومن السعودية فريقين اشتركوا كمان النصر والفتح من السعودية، شكرا لمشاركتكم. من سلطنة عمان كمان شاركوا والمشاركة كانت من فلسطين وأهل فلسطين يلي عطول شارقين ومضويين رغم كل الظروف بالرياضة كمان موجودين وحاضرين. هذا الفريق اللي عم تشوفوه قدامكم العربي قطر يلي تأسس من زمان هذا الفريق عريق النشيد الأحب والأعز والروح والنبض والفرح والوطني والأرز النشيد الوطني اللبناني. رح نضل نصرخ وصوتنا يوصل لاخر الدنيا بالرياضه وبكل شيء والنشيد مع الهومنتمن
لبنان عبر شاشة الام تي في حصريا. The champions يلي هني الهومنت من عم يلعبوا هلا فدريك عبود هاج والسنتر نمبر 13 كريس جونسون والزينون نمبر 7 والطابي للهومنت من بداية المباراة. كريس جونسون بيخدع على الهاي بوست بيعطي للريستوم ريستوم بيسجل نقطتين او 2 بوينتس للهومنت من. حلوة للنمبر 8 حلوة ماي مان جوي نمبر 2 نمبر تحت السلة نمبر 14 سيك من أفضل اللاعبين وهو لاعب أجنبي سنغالي وثلاث نقاط بهالوقت 3 بوينتس حلوة لفريق العربي من قطر 3-2 دالان شاد بيسجل على 3 نقاط باتريك بوعبود لا هاتش بيخدها بعيدة على 3 بوينتس هاتش ما بيسجل جوي نال خطوة والديفنس ممتاز من نمبر 7 زينون حلو كتير نايس موف للنمبر 22 يلي بيسجل بهالوقت خالد عبدي زينون ريستوم اب سكرين بيك اند رول بجرب يعمل مع جونسون جونسون تحت السله بيخدها موف لباتريك بوعبود بيخدها على 2 بوينتس باتريك بوعبود ما بيسجل عبدي بيجيب الريباوند بفوت على السله بيعطي لل 14 وفاول من باتريك بوعبود على اللعب رقم 14 عمر سيك لعب سنغالي الأجنبي مع فريق العربي من قطر هذا الفاول لصالح العربي من قطر دالان نمبر 6 كثير مميز مع فريق العربي قطر بيخدها تحت السلة وبيشوت جامب شات عالي كثير بيسجل نقطتين شو هاللاعب القوي كثير نمبر 6 من أفضل اللاعبين مع العربي قطر قطع على لعب رقم 8 تانجي ألبانيا اللي رح يكون عنده رميتين على الفري ثرو هاج 7-2 نتيجة لصالح العربي قطر على الهومنت من لبنان بداية الكورتر الأول هاج بيسجل أول فري ثرو إذا سجل تاني بينزل الفرق لثلاث نقط. بداية المباراة الربع النهائي ببطولة الأندية العربية. مباشرة على الام تي في واثنين من اثنين لهاج والنتيجة 7-4 ثلاث نقط فرق لصالح العربي من قطر. على 2 بوينتس والريباوند لهاج بيعطيها للريستوم يلي بيكمل فيها مش الريستوم زينون طبي بالاوت. طيب يحسبها أوت لصالح قطر بهالوقت العربي قطر الحكم 7-4 جوي تانجي ألبان بيخدها على 3 بوينتس عالية الريباوند للريستوم ريستوم بيخدها بيعطي لهاج بينزل فيها 7-4-3 نقط بداية المباراة ربع نهائي باس كثير حلو لجونسون بيكمل فيها اون ذا واي ما بيسجل جونسون معلش ديفنس كمان كمان والنمبر 6 بيكمل والفاول قلت لكم اللعب الخطر كثير دالان يلي عم نشوفه قدامنا هذا الباس حلو كثير وصار مسجل 6 نقط لحد هلا 6 بوينتس لإله شوفوا الحلوين
9 4 هاتش بيعمل بنتريشن فاول هذا بيحسب فاول على لاعب رقم 2 جوي خطأين خطأين على الفريقين هذي بشوف بيعمل كراس اوفر بفوت هاتش وبياخذ طبعاً عم يعملوا اب سكرين جونسون جونسون بيخدع على 3 بوينتس ما بيسجل ريباوند لالبان والفريق القطري اللي ببلش مباراة مهمة بالنسبة له اكسلنت باس والفريق القطري كمان فايت بجو المباراة خالد عبدي اللي بيسجل نقطتين خالد عبدي 23 نقطة أكثر من 23 نقطة الأفرج تبعه ببطولة الأندية العربية ريباوند كمان تقريبا 7 ريباوند والأسيست لاعب ممتاز خالد عبدي رستم هاتش نتيجة 11 4 هاتش بيخدها على 3 بوينت شو حلوة لا هاتش ويل هو مان مان كمان وي نيد إت بحاجة لها 3 بوينت لنفوت بجو المباراة يس ماي هاتش ماي مان 11 7 وفاول على كريم زينون بهالوقت هون عم نشوف لعادل الثلاث نقط اللي حتى هاتش والهومات عم نشوفهم مجموعين على فرد قلب ما في شيء ما في شيء كمان بداية المباراة 5 دقائق و48 ثانية لنهاية الكوارتر الأول جوم جايس مدرب فريق الهومنتمن بطل العرب عبدي اللي بسجل خامس نقطة له ريباوند واسيست لاعب ممتاز قلت لكم تقريبا 24 نقطة افريج ببطولة الأندية العربية لهاللاعب اللي عم تشوفوه قدامكم الفري ثرو الثاني بحطها فريق العربي قطر متقدم على الهومنتمن 13 7 كوارتر فاينل بطولة الأندية العربية اللي عم تصير على أرض لبنان هاتش حلو كثير من هاتش بفوت بكم على السلة ما بيسجل بجرب فتريك وعبود ترجع لعبدي يعطيها لتانجي ألبانيا اللي بفوت تانجي على السلة ما بيسجل ريموند لمين فتريك وعبود فتريك يعطيها لزينون زينون بكمل فيها وبفوت على السلة زينون all the way يس شو حلو يا بيين هو بوم 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 ما حدا عم بيكون مثل جونسون هيدا كريس جونسون يس نوبادي نوبادي والحكم بيحسب هون اوفنسيف فاول عبدي نمبر 22 طابي مع هاتش 13 9 لو ما بدنا نفوت بجو المباراه هاتش نمبر 15 بيلعب بوينت جارد مع الهومنتمن بيعطيها لرستوم رستوم بيعمل له اب سكرين بيرجع بفوت كريس جونسون بكمل رستوم كمان جونسون ما بياخذها والطابه بالاوت بيحسبها لصالح العربي قطر اوه الحكم بيحسب تكنيكال فاول على الهومنتمن فريق الهومنتمن يلي اخذ تكنيك الفاول والجمهور يلي غاضب كثير الحكم بيحسب تكنيك الفاول على فريق الهومنتمن الجمهور بحاجه له كل الانرجي اللي حتى مع الفريق يلي ما في شيء بعدنا باول كوارتر ما بدنا نعصب وننفعل بدنا نكمل لحتى نشجع الهومنتمن لتاشر تسعة البوسيشن طابي بالاوت لصالح فريق العربي قطر كمان 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 يلا بدنا نروح ما في شيء بعدنا بالكوارتر الاول هاتش عم يحكي مع الحكم اعاده عم نشوفها هون من الزينون والدانك
يلي حطها كريس جانسون. يس جوم جاس اللي عم يعطي التعليمات للفريق لومنتمن يلي شوي شوي بدنا نفوت بجو المباراة. الفريق العربي قطري اللي واقف مع المدرب هلا بداية المباراة على بالكوارتر الأول 4 دقائق 45 ثانية. أجيب مانوكيان وكل كمان الموجودين عم بيهدوا الجمهور يلي موجود جمهور لومنتمن. يلا الانرجي عايزينها لحتى تشجعوا الفريق. العربي قدر الاسيست 5 لهلا عم يلعبوا بشكل ممتاز ببداية المباراة. اسيست 1 للهومنتمن نتيجة 13-9. 4 دقائق 45 ثانية لنهاية الكوارتر الأول من المباراة. بعدنا مبلشين فيها بعدنا كثير بالنسبة للحكي ولكل شيء نقدر نقوله. بفوتوا بعد بشو المباراة الهومنتمن. حاتم مملوك اللي عم نشوفه قدامنا. المباراة اللي سبقت هذه كانت مباراة لعبت بين بيروت والفتح من السعودية وكان ربح فريق بيروت تأهل للمباراة النصف النهائية. اللي عندنا الفريق الثاني من لبنان مع جمهور لومنتمن يلي هلا كل الدعم والتشجيع راح يكون للومنتمن. البوسيشن برا راح تكون لفريق العربي قطر. جون جايز مدرب الفريق 13-9. هذه المباراة ربع نهائي ببطولة الأندية العربية مباشرة عبر الـ MTV. تانجي عم بيسكر عليه بديفنس كثير منيح فتريك بعبو. تانجي بفوت بحاول زينون بيعمل هيلب على 3 نقط والريباوند ترجع تنجيب مرة ثانية كمان. حلو بلوك شوت من جانسون. فيري نايس بلاي وطابي الريباوند لجانسون. شباب بدنا نساعد جانسون كمان تحت السلة. كمان هاتش بينزل فيها بيكمل مقطوعة وطابي بالاوت لصالح الهومنتمن. الوقت قدامكم هذا الكوارتر الاول من المباراة بطولة الأندية العربية. مباراة حماسية عم تلعب بين فريقين قطر ولبنان. هاتش كمان هاتش كمان سكرين بنعمل من ريستو. تمريره مقطوعه تمريره مقطوعه من هاتش كان عم يعطيها للريستوم. روح لجوي ريستوم عم يعمل ديفنس عليه مان تو مان هومنتمن. جوي بيخد على 2 بوينتس ما بيسجل. هاتش 15-9 لصالح قطر. جونسون بيخدها من فوق للطابه. جونسون بيخدها على 3 بوينت. جونسون 3 بوينت بوم بوم. والجانسون لاعب الارتكاز بيلعب بوزيشن 5 بيشوط على 3 بوينتس. شرات لجانسون. يس تانجي والفريق بيقطع. هاتش بيكمل على الفاست بريك للزينون والبلوك شوت بيخدها. هاتش بيرجع على 3 بوينتس. يا شنش البارود شرعت البارود راح البارود 15-15 كمان كمان هومنتمن بوم 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 22 ما بيسجل ريباوند.
عبد الرام 22 من افضل اللاعبين مع قطر العربي. قطر اجل بفوت على السله بيعطيها لسينو على 3 بوينت ما بيسجل. طبيب الاوت بتروح لصالح العربي. قطر ديفنسيف ريباوند 3 لومنت من 2 للعربي قطر. تقريبا دقيقتين ونص لنهايه الكوارتر الاول من المباراه. بطل العرب بطل الانديه العربيه الهومنت من السنه الماضيه عم يلعب ضد العربي من قطر. ترجع ل شو هاللعب الرائع هذا نمبر 6 تالان اللي بياخذها لحاله تحت السله وبيطلع دانك وبيسجل. لاعب شوتينج درايف كل شيء تحت السلة. إلي ريستون اكسلنت موف من ريستون كاونتد باسكت ان ان هوم هوم يس. شو حلوة هاللعبة من ريستون بياخدها تحت السلة وبيعمل على شوفوا هيدي السلة باسكت كاونتد يس. ريستون أربع نقط تقريبا وهيدي خمس نقط ما زلت من هيك 5 1 تالان. الحكم اللي بيحسب فاول خطا بالوقت نمبر 15 اللي هو هاج هون بيحسبها بالاعاده. عم شوف ارجع البطيء الحكم بيحسبها فاول لصالح نمبر 6 تالان. هيدا اللعب الممتاز مع فريق قطر والعربي قطر. اول وحده ما بيسجلها 18 17 الهومات من نقطة. كمان 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 هذا كان اسم اللاعب يلي هو دالان مش هو اللاعب يلي موجود مع الفريق القطري العربي قطر. ريستوم اب سكرين من جونسون. ريستوم بياخذها على 3 بوينت. ريستوم على 3 بوينت ما بيسجل. ريباوند لاتانجي دالان تحت السله كمان بياخذ نقطتين ما عم يتهدى هيدا اللاعب. شو هاللاعب الممتاز مع الفريق العربي قطر. هاتش ما بيحطها روح طابي للفريق القطري. دالانو بيعطي لتحت السلة وكمان نقطتين لتانجي اللي عم شوفه. هاج بعد في 46 ثانية نهاية الكورت الأول من المباراة 22 18 أربع نقط لقطر. هاج بيخدها بيعطي لزينون على 3 بوينت. شو حلوة لا زينون يلي ار فاير بياخذها 3 بوينت. بوم ماي مان حلوة ماي مان. الافرج ببطولة الأندية العربية لازم تانجي اللي عم شوفه بيسجل نقطتين 24 21 ستة خمسة بيفوت فيها هاج على السلة. زينون يلي بيخدها على 2 بوينت ما بيسجل. ريباوند الوقت بيخلص كوارتر الأول من المباراة 24 21 ثلاث نقط مش مشكلة. لو ما عم يرجع يفوت بجو المباراة كان الفرق أكثر قبل بس لازم نعمل حل بالديفنس وبالهيلب. أخذوا عدة شوطات ورميات تحت السلة كانوا ايزي باسكت بالنسبة لقطر. Let's go.
عودي نحن وياكم على الام تي في مباشره مع جمهور رائع من لبنان، من كل لبنان اجى ليشجع الهومنتم بطل الانديه العربيه وبطل لبنان بكره السله اللي عم يلعب مباراه ربع نهائي اليوم كوارتر فاينل. مقطوعه مقطوعه لصالح قطر، فاز نادي الكوارتر فاينل يلي عم تلعب سيمو طارق كيال. يس ذا جريتست تيم، وفارس كمان، فارس كمان. تانكي نمبر 8 بيكمل وبيفوت بحتى نقطتين. فريق قطري عم يلعب بشكل كثير حلو، شوف هون بالاعاده يلي بفوت بحتى كمان على كريس جونسون. هاج هاج يلي بيعطيها بالعالي ومقطوعه من دالانو. تانكي بفوت على السلة والخطأ، الحكم بيحسبه على اللاعب رقم 13 كريس جونسون اللي عم نشوفه قدامنا لعب الارتكاز والسنتر مع الهومنتمن. هذا تانكي نمبر 8. جيرار حديديان نمبر 14 مع الهومنتمن بفوت بهالوقت محل باتريك بوعبود. كمان جايز كمان ديفنس 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 26-21 فيلد جولز قدامكم عم تشوفوا الستاتستكس. دالانو يلي بيشوط والريباوند لجونسون، جود ريباوند. بريستون كمان بريستون كمان هاج اللي بفوت على السله سريع كثير. هاج حلو كثير، نقطتين بيسجلهم هاج للهو من من والتر هاج اللي 13 نقطه ونص الافرج تبعه ببطوله الانديه العربيه. تانجي اب سكرين، تانجي اللي بفوت بيعطي اللاعب السنغالي نمبر 14 عمر سيك. زينون بيخدها على 3 بوينتس، عمالك خدها خدها ايه وريباوند لمين؟ ريستو بلاد جونسون. ها ها اخساسي مال اخيا راسي، حلو كتير، فيري نايس مانيفيك فانتاستيك الله يخليك. بوم على 3 بوينتس 1 اوت اوف 3، 33% لصالح فريق العربي من قطر. الفريق كثير مهم عم يلعب اليوم مباراة ربع نهائي 26-25 لقطر على لبنان. حلوة مقطوعة، مقطوعة من جونسون. ايه بحق له شوي بعد صغيرة، بعد لا برمة صغيرة هيك بتطلع هون على المفرق ويرجع، ما حسبها شيء. اوكي 28-25 ثلاث نقط. ريستوم لهاج، حديديان عم بيعمل اب سكرين ل هاج يلي بيخدها، وهاج لاعب سريع وف نمبر 8 فاول، خطا على اللاعب رقم 8 من الفريق القطري نمبر 8 تانجي. هيدا الكورتر الثاني من المباراه يلي عم يتابع هلا، بعرف عم تابعه من الاول ما فيش حدا اجى هلا، بس انه اذا حدا مأخر وعم بيتابع هلا نحن على ام تي في لايف بمباراه ربع نهائي بطوله الانديه العربيه. على ثلاث نقط لحاله نمبر 8 بجيب الريباوند ريستوم يعطي هاج وبينزلوا فيها زينون. الهومنتمن عم يلعب ريستوم يلي بيفوت ريستوم، حلو كثير بنتريشن للريستوم. وجونسون جونسون بيعطيها بيرجع للحديديان بياخذ فاول. حلو لجيرو حديديان نمبر 14 بهالوقت. الي ستيفا نمبر 9 عم يحضر حاله ليفوت، عم تشوفوه مع جون جايز. الي ستيفا كان عنده إصابة وشد بالعضل الظهر بس صار أحسن امبارح لعب وهلا عم بيكون إن شاء الله حاضر. زينون بيطلع يعطيك العافية زينون. حديديان عنده رميتين على الفري ثرو. شد على أسنانك بارود بعد، شد شد.
جيرو الثاني ما بيحطها اثنين من اثنين برا للهومنتمن. 28-25 للعربي قطر. طيب العبرة عم سبعة مصطفى فودا على 3 بوينت مش معقول. دالان وانكرم اللاعب الامريكي مع العربي قطر. انستوببل ثلاث نقط حلوة كثير بهالوقت للهمبر ناين اللي ستيفا فيري نايس ماي مان. 31-28 ثلاث نقط للعربي قطر. لا لا ايه ريبا حلوة للرستوم. شو عم يلعب هالرستوم؟ شو عم ينط بالعالي؟ كثير فلاينج هاي كمان رستوم بحاول يدخل. رستوم بيخدها على 3 بوينت. رستوم بيخدها على 3 بوينت ترجع لا الي ستيفون اللي بشوط على النقطة ما بيسجل. ريباوند لل 14 سيك لاعب السنغالي. نمبر 8 تامدي بيعطيها لسيك. سيك ما بيسجل و ريباوند بيروح فيها هاتش. بيعرف فيها هاتش بيعطيها لجيرو مقطوعة من الفريق ستيل الفريق القطري. تامدي بيكمل فيها على السلة وبيحط نقطتين 2 بوينتس والنتيجة 5 نقط 33-28 لصالح قطر على لبنان. تانجي اللي عم شوف تقريبا 16 نقطة الافرج تبعه 4 ريباوند و 2 اسيست. الي ستيفان لجيرو حديديان اللي بيعطيها للريستوم. ريستوم بيكمل فيها بيفوت. ريستوم بنتريشن ما بيسجل بيرجع بيخدها ريستوم عم بيطلع على برا. ريستوم لالي ستيفان. الي ستيفان بيخدها على 3 بوينت ما بيسجل. قصير شوي قصير شوي بدها هيك نطعه صغيره. فودا نمبر 6 يعني لو حطيتها هيك مشيت خليت انا هاتش. 33-28 خمس نقط الفرق. الاسيست عم شوفوا قدامنا ليكو الاسيست قديش اكثر منا هن. جونسون بيعطي لالي ستيفان هالمره يس مرمان. الهوب 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 والهومنتم شو حبوب والبارود راح 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 راح. كان في شوية عقل يا حرام يا حرام يا حرام. عم اهلك عم اهلك عم اهلك. ديفنس 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 لك لحاله لو. طب شو فاتحين الطريق يعني؟ طيب نحن مهذبين اوكي بتقولوا تفضل بس مش هيك. ريستوم 35-31 اربع نقط. ريستوم بيخدها على 3 بوينت. ريستوم بيخدها دخل دخل دخل. شو هذا؟ بول. دالانو يلي هو يعني 16 نقطة الافرج تبعه بطولة الأندية العربية اليوم لهلا مسجل قديش صاروا 18 18 بوينت اليوم اليوم. How we beat them. So let's play how we beat them, which is using ball screens with Walter getting that advantage. Then you take those shots. You got it? Man to man on defense. Be aggressive. عودي نحن وياكم بطولة الأندية العربية والمباراة حماسية كثير بين الهومنتمن بطل العرب وبطل لبنان عم يلعب المباراة ربع نهائي ضد العربي قطر مع جمهور كثير كبير بالملعب واللاعب الأمريكي مع قطر انكروم دالانو يلي مسجل هلا 18 نقطة ما عم بيتهدى هو بالبطولة الأندية العربية الافرج تبعه 16 يوم حط 18 فاول
خطا بالوقت على اللاعب رقم 7 مصطفى فوده من قطر. وطابي بالاوت بوسيشن لصالح، هون عم نشوف الاعاده، الفاول لصالح حاج من الهومنتمن. كمان 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 38-31 سبع نقط الفرق. الي سريع شوي ولا انا غلطان؟ طابي بالاوت لصالح العربي قطر قبل 4 دقائق من نهايه الشوط الاول من المباراه بالكوارتر الثاني. كريم زينون بهالوقت عم يتحضر ليفوت، مصطفى فوده عم يعمل عليه ديفنس، كمان ديفنس هاد. هيدا دالانو مش معقول، دالانو مش معقول. أربعين 31 كريس جونسون اللي بيعمل فيد اوي شوت ما بيسجل، ريباوند ترجع لريستوم والفاول خطا من دالانو. اللاعب الامريكي اللي عم يلعب مع قطر لاعب ممتاز، اكسلنت بلاير. زينون بهالوقت بفوت محل الي ستيفان اللي عم يظهر بهالوقت. 40-31 3 دقائق ونص تقريبا لنهايه الشوط الاول من المباراه. وهون عنده رميتين، رمية وحدة بوسيشن من برا. هاج كمان لازم بهيدي النزلة هلا، يعني نزلة شو نزلة خيشو الملعب هو ذاته طون منين عمل ليها نزلة؟ لا انه بهلوة هلا بحكي عنها شفته بالطلعة. طيب اوكي ما صار. نمبر 13 كريس جونسون سنتر لعب الارتكاز مع فريق الهو من من هيدي ووكينج فيها هيدا الحكم ووكينج. اوه 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 شو هاللاعب انكرو، شو هاللاعب لايك ولايك مع الشوفير كمان، شو بدك تبطل الباروتة خجة مش مش لايك ولايك ولايك ماشي دابل بام طلع ونزل وطلع فرج على الساعة ورجع مثلا بتحب تاخذ شيء وهيك ورجع نزل ورجع طلع حط ربع ساعة بالهواء طارق طلبوا تايم اوت بعده على السلة. Loose balls and run. When we go one again, when you receive the ball, to go there, try to receive it. So for the double screen for you. You wait a little bit, one take more, you go here. You see the difference? Yeah. I'm waiting to get the ball. I'm not seeing the ball on the listen. Okay. If you cannot throw it to him, pass, pass back, and attack. Yeah, 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 let's go. Three, 1, 2, 3. Chief. عودي نحن وياكم مباشرة على ام تي في لحتى نشوف المباراة. ربع نهائي اللي عم تنلعب بين فريق العربي قطر وفريق الهومنت من بطل العرب وبطل لبنان. مباراة مهمة كان قبل لعب بيروت مع فريق الفتح من السعودية. عم نشوف هون تيرن اوفرز 6-3 للهومنت من. طبعا مع العربي قطر. بوسيشن مع العربي قطر. فودا حلو كثير للريستون كان دعس على الاوت، الحكم بيحسبها اوت لصالح العربي قطر. دالانو عم يفتشوا عليه لدالانو اللي عم ياخذ لو بوست على كريم زينون. اكسلنت بلاير ديفنسيف بلاير زينون. هون 8 بيخدها تامكي بيرجع ما بيجيبه. طابي بتروح بالاوت، طابي لصالح الهومنتمن.
تانجيرو جمالكم لعب رقم 8 نمبر 8 مع العربي قطر لافرج تبعه تقريبا 16 نقطة بالمباراة 4 ريباوند و 2 اسيست دلانو جاي سعيدو حقا بيحسبها 5 seconds بضل مع اللعب لصالح فريق الهومنت من لبنان هذا نمبر 5 اللي عم تشوفوه جاي سعيدو جويو كمان فيه عنده قدر جويو very nice pass شو حلو هالباس من هوتش لكريس جونسون تحت السلة ذكية very smart play من هاللاعبين 40-34 فرصة لومنت من لحتى ينزلوا الفرق شوفوا هالباس لجونسون والفاول خطأ على اللاعب رقم 8 تانجي يلي بيطلع لحتى يرتاح بهالوقت تانجي على 3 أخطاء من فريق العربي قطر فاول ترابل يعني 3 أخطاء ولعب مهم كتير فضل إنه يريحوا المدرب عم شوفوا قدامنا حاتم مملوك رقم 7 مصطفى فودة من عربي قطر عم يعمل عليه ديفنس هات من الهومنتمن على 3 نقط ريباوند لمين ريباوند لريستوف ريستوف بيعطي هات هات بيكمل فيها بيروح سريع هات بيعطي الحديد ديان جيرار حديد ديان بنعمله بلوك شوت دلانو بينزل فيها دلانو وبنحسب فاول على دلانو نشوف على مين من الهومنت من الخطا الفاول هذا الفاول على اللاعب رقم 7 نمبر 7 سريع شوي عم تكون اللعبه من الهومنت من شوي كثير اوقات بال كان بالاوبورتونيتيز اللي عم ناخذهم الفرص عن الثري بوينت مش كانوا عم يكونوا فرص يعني اوبن شوت او مرتاحين فشوي شوي تسرع عم بيضحك كمان شو بعمل بحالي انا هلا شو بعمل ايه هاتش دقيقة 42 ثانية لنهاية الشوط الأول من المباراة 41-36 كمان هاتش لجونسون جونسون بيخدع على 3 بوينتس أخ أي أي بوم 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 والجونسون والهو من شرعت نار البارود والجمهور يلي عم بيتابع وطبي بعدها مع العربي قطر فودا فاول على اللعب رقم 8 إلي ريستوم هون عم فوت خالد عبدي إلي ريستوم عليه 2 فاولز داي سعيدو مع المدرب هون عم شوف 22 اللي عم شوت على الفري ثرو 6-2 ريباوند وعد بلوك خالد عبدي برجع بقلكم 23.5 بوينتس الافرج تبعه والريباوند 7 ريباوند و4 اسيست شو هاللاعب مهم كثير مع فريق العربي قطر هاتش دقيقة و8 ثواني 42-39 3 نقط مومنتمن منيح فاتوا بالجو كمان هاتش كمان هاتش درايف بيعطيها لبرا لزينون يلي بيفوت على السلة فاول 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 خطأ لصالح كريم زينون شو هالبنتريشن شو هالقلب القوي شو هالجريء يلي بيفوت ليكو ليكو عم بيفوت على ناس كتير بيج مان والخطأ على اللاعب رقم 14 يلي هو عمر سيك سيك 14 ما بيش شي لا سيك ولا شي عم بيلعب مثل الحصان اليوم بس عائلته سيك أول واحدة بيسجلها زينون لعب فيري نايس بلاير مع الهومنت من ولبنان كريم زينون 4 نقط كريم زينون الأفرج ببطولة الأندية العربية 10 نقط وديفنسيف بلاير كمان بياخد العقل زينون ما بيسجل تاني برافو برافو لجيرو حديد ديان هاتش 55 ثانية هاتش عمهلك 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 فاول فاول فاول
وتكنيكال فاول. تكنيكال فاول على الفريق القطري على البنش. هذا الخطأ اللي بيحصل هون على اللاعب رقم 7 مصطفى فوندا، والتكنيكال فاول كمان على فريق العربي قطر. كان قبل تكنيكال فاول كمان على الهومنت من حسبت يعني سبعة. هاج 10 نقط 4 ريباوند 3 اسيست. فيري نايس جيم لهاج. في عد النتيجة. يس ماي مان يس دو ات والهو من بعد النتيجه. هون رميتين ولا عنده رمي مشان التكنيكال فاول. 12 بوينتس هلا رح يصيروا 13. بضحك بضحك. 42 تبديل بهالوقت. جوي بفوت باتريك بعبود بيظهر. عم نحكي لو من باتريك بعبود بس جوي بفوت عند فريق القطري. هيدا عم بيعمل ديفنس هلا على هاج. والوقت قدامكم عم تشوفوه على الشاشه. هيدا ثاني كوارتر. اوه من لاباس. يا الله شو حلو هالباس. برافو زي دعانا 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 حلو بس. نايس بلاي نايس بلاي. سيفان كادنجيانا من 11 بفوت على الهومنتمن. بيطلع اللاعبين الاجانب لحتى يريحهم قبل 37 ثانيه. والكوتش مع فريق قطر عم يقول له انه فرق الطول لحتى يعطوا على اللو بوست للاعيبه اللي مع قطر لانه اللاعبين الاجانب. وجونسون طلع سعيده وطابق بالاوت. معلش معلش كمان كمان كمان. برافو سيفاك برافو سيفاك. اللاعب بيلعب هيك من كل قلبه. جوي بفوت والخطا على سيفاك. رميتين على الفري ثرو. 42-42 قبل 20 ثانيه من نهايه الشوط الاول من المباراه. جسمه جالس كان هيك ايديه ايديه بالعالي معليهم. كان 2 بوينتس هون لجوي مع العربي قطر. والمباراة الربع النهائية اللي عم تلعب ببطولة الأندية العربية ال 31 من قلب لبنان بيروت. فاول بوشينج فاول على النمبر 5 جاي سعيدو. سعيدو انت هلا خبرني سعيدو. عندنا سعيدو هون بالاوبي فان. جويو جويو سعيد. هذا البوشينج فاول شوفوا من سعيدو. لا نعمل فاول على جيرار جيرو حديديان نمبر 14 بالهومنتمن. نايم فري ثرو لجيرار. 43-42 للهومنتمن قبل 19 ثانية ونقزة يعني من نهاية الشوط الأول من المباراة. حديديان بيسجل تايم 2 44-42 تقدم للهومنتمن قبل نهاية الكوارتر الثاني من المباراة. الربع النهائي ببطولة الأندية العربية يلي عم تلعب على أرض لبنان بملعب بلدية الشياح. جود ديفنس سيفاك. كمان 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 ديفنس 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 على ثلاث نقط. داي بخدع ما بيسجل. زينون زينون 44-42 وبيخلص الشوط الاول من المباراه الربع النهائي يلي عم تلعب ببطوله الانديه العربيه مباشره على ام تي في بهالصوره الحلوه والحضاريه للباسكت يلي عم نشوفه على ارض لبنان. بريك اند وي ويل بي باك.
عودة نحن وياكم للحماس، عودة نحن وياكم مباشرة عبر الام تي في لحتى نكون مع المباراة الربع النهائية يلي عم تكون ستاتستكس على هومنتمن والعربي الفيلد جولز اللي عم نشوفهم 35% مش منيح، 47 أفضل فريق العربي، 3 بوينتس قدامكم كثير منيح، نحن على 3 بوينتس 30% 43% بس مش هيدا، فيلد جولز أفضل أكيد 73% على الفري ثروز، الريباوندز يلي عم تشوفوا كلهم نزول لتحت، الاسيست افضل منا، عاملين تيرن اوفر نحن اكثر وهني بستيلز كمان افضل منا بالبلوك شوت مثل بعض. هيدا ستاتستكس للكوارتر يعني للشوط الاول من المباراه 44 42 لصالح الهومنتمن بدايه المباراه بدايه الشوط الثاني من المباراه. جوم جايس مع البنش كله عم تشوفوا الهومنتمن قدامنا، باتريك وعبود ريستوم هاتش وجونسون مهم كثير بداية الكوارتر الثالث من المباراة. هذا اللي عم نشوفه قدامنا دالانو لاعب أمريكاني ممتاز مع فريق العربي قطر، فاذا الفوتي هلا يلي بتكون بالكوارتر الثالث مهمه، البوسيشن طابي بالاوت مع الهومنتمن، زينون بيعطي هاتش ونقطتين فرق لصالح الهومنتمن بالكوارتر فاينل بطوله الانديه العربيه من قلب لبنان من بيروت. هاتش اللي بفوت على السله، هاتش حلو كثير وفاول خطا بهالوقت، فات على اللعب رقم 2 جوي. هذا الفاول خطا لصالح هاج اللي عنده رمتين على الفري ثرو. نتيجه 44-42 12 بوينتس 4 ريباوند 3 اسيست لهاج، اكسلنت جيم. اول وحده بيسجلها الهاج، كمان 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 وي نيد ات. مهمه هلا بداية الشوط الثاني من المباراة. هذه الصورة يلي عم تشوفوها هيك كبيرة وبتشوفوا كل العالم والملعب. جورج خليل المخرج ثانك يو لك على كل شيء هيك عم تفرجينا الصورة الحلوة بالباسكت وبطولة الأندية العربية. دالانو بيرجع بخدع. عبدي بخدع على 2 بوينت ما بيسجل. ريباوند فيري نايس ريباوند باتريك بعبود لزينون. زينون بيعطيها لهاتش كان قطع نص الملعب. هاتش لريستوم كمان هاتش يلي بيخدها بيفتش على ريستوم كمان ريستوم تيكت بشمال بيفوت بيعطيها لجونسون. جونسون بيخدها على 2 بوينت ما بيسجل. ريباوند لجوي بيعطي لخالد عبدي بعيد على 3 نقاط. اوف هاي بتوجع. ايه خالد عبدي اللي شفتوه سجل 3 نقط بينزل فرق لنقطة واحدة، هذا الافرج تبعه يعني تقريبا 24 نقطة بالجيم، 7 ريباوند و4 اسيست. دالانو ريباوند من دالانو لعب سريع. دالانو يلي بيفوت والحكم بيحسب فاول والخطأ على اللعب رقم 15 نمبر 15 هاتش. تو شوتس لدالانو بخدها وعم بيعمل درايف والفاول على لاعب رقم 15. تو فاولز على لاعب رقم 15. دالانو انكروم 21 نقطة لهلا، 22 نقطة لهلا، 3 ريباوند 3 من 4 على الفري ثرو. هاتش بيتقدموا نقطة واحدة فريق العربي قطر. كمان هومنتمن كمان 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 ايرستوم. ايه باتريك بوعبود بخدع النقطتين ما بيسجل. شو حلوة من زينون، شو عم تعمل يا زينون، شو حلوة بيو دي لحظة لك يا فيها فل. زينون عنده واحدة على الفري ثرو 48-47 للهومنتمن. كمان زينون كمان كمان تيك ذا شوت. دعانا دعانا زينون. ريباوند طابي مع جوي. ديفنس من زينون
بيرجع الرستم عم يعمل ديفنس على اوه شو البلوك شوت الحلو من جونسون هاتش كمان بينزل هاتش بيعطيها فاست بريك للرستم رستم بتضيع منه طابي بالاوت طابي بالاوت طابي بالاوت لصالح العربي قطر شوف هذا الريباوند اللي بيجيبها بشكل ممتاز كريس جونسون جوي نمبر 2 عم يلعب بوينت جارد عم يسكر عليه ديفنس هاتش هاتش رستم كمان كمان رستم كمان جود ديفنس عبدي بيعطيها للرقم 14 عمر سيك اكرون شوفوا هذا اللاعب قديش قوي اكرون يلي بجرب فوت والحكم بيحسب كمان بيحسب فاول لنشوف على مين يمكن نمبر 3 باتريك بعبود خي شوتو شاط يا زلمه لا طابي بالورا بوسيشن طابي بالاوت مع العربي قطر شوي الحكم هيك ابو ابو يعني شوي هيك زيتها شوي 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 يعني مش كثير اكرم دلانو بيخدها على الشماوله شما انبليفبل لاعب شو لك عم بيروح هلا لو قاطع الشعرات وكان اسرع بكثير هلا بتقليم هاتش والخطا فاول فاول على اللعب فاول خطا على اللعب رقم اثنين عم شوفوا قدامنا جوي هذا الفاول وطابي بوسيشن للريستوم بيعطي هاج بيعمله اب سكرين اب سكرين مع بيك اند رول لا جونسون جونسون بيعطي الريستوم ريستوم حلو الريستوم حلو الريستوم فيري نايس موف شوت درايف رائع من الي ريستوم نسبتني عائلتك كثير ماشي عم بتمرن لك كل الوقت ايه فيري نايس بلاي ماي مان خمس نقط سبعه ريباوند ثلاثه فاول بده ينتبه اكثر كم فاول عليه الريستوم تو فاول حلوه لباتريك بعبود باتريك بعبود باتريك باتريك كمان بات كمان هيدا سعيد نمبر 5 ورقم 14 اللي عم تشوفوه عمر سيك من السنغال اجنبي عمر سيك اللي عليه 3 فاول من الفريق العربي قطر خالد عبدي بينعمل له سكرين وبيكمل خالد عبدي هيدي شو هي؟ ماشي طلعت لفوق مشيت على السطح ورجعت نزلت هاتش جرب يفوت هاتش بيعطيها ومقطوعه جوي بيكمل فيها يا ربي فاول خطا على اللعب رقم 7 كريم زينون نمبر 7 ثلاثة فاول على كريم زينون رستم عليه فاولين لهلا ثلاثة فاول بس على زينون بالفاول ترابل بفريق الهومنتمن جوي عم تشوفوا قدامكم نقطتين ريباوند وثلاثة اسيست اول وحدة بحطها برا 51-49 لصالح العربي قطر مباراة ربع نهائية على ام تي في لايف وحصريا ريباوند لكريس جونسون مع هاتش كمان كمان هاتش عم بيعمل على ديفنس جوي زينون الي ستيفان عم يحضر حاله لحتى يفوت ريستوم ريستوم اب سكرين من جونسون بيعطيه واطي الي واطي واطي حلوه من هاتش شو حلوه من هاتش بفوت فيها على السله يس ماي مان شو حلوه بكمل وانقطع وبيقطعها ستيل وبيروح فيها على السله ليسجل تعادل بين الفريقين شو هالمباراة بالاعصاب البارود اخ هيك ريباوند ريباوند كمان جايز ريباوند هات
إذا فيها فاست بريك كمان هات بكمي على السلي هات أول دواي هات أول دواي الهوب 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 دخلت سوفي شوب كيف قدتوا هاي البارود لحتى راح البارود جمهور الهوب من إز أون فاير رحت على المحل الغلط لشوار لثاني لا هيدي ايه بريس عم ينعمل من فريق الهومنتمن ديفنسيف ريبونت كنت شفته للفريقين ستاتستكس عم تمروا على طول حلوه من هاتش شو عم بيلعب هاللاعب بيكمل فيها هاتش بيلعب بيعطي جونسون بيرد للريستوم ريستوم مباراة اللي عم تلعب 53-51 للهومنتمن بطيق بعبود بيعطي للريستوم اللي ريستوم طابي بيعطي 8 ثواني 6 5 على 2 بوينتس ليش طابي بالاوت لصالح الهومنتمن تانكي نمبر 8 حاتم مملوك مدرب اللي عم قدامنا مدرب العربي قطر 53-51 هيدي الطابه بالاوت لصالح لومنتمن جونسون بيعطي ريستوم شو حلوه من ريستوم يس يو اكسلنت ريستوم 13 نقطه الافرج لريستوم دلانو بياخذ على 2 بوينت ريباوند لكريس جونسون ترجع للفريق العربي قطر طابي 55 عم شوفها هون بالاعاده لدلانو على 3 بوينت الريستون بياخذها ما بيسجل ستيفان والطابي بترجع لهاتش هاتش بيكمل فيها على السريع خالد عبد الباسط فات بهالوقت للعربي قطر هاتش بيكمل فيها اول ذا واي فاول خطا فاول لصالح هاتش هاج اللي عنده رميتين على الفري ثرو هاج بياخذ رميتين على الفري ثرو كنت عم بقول قبل اني ريستوم 13.25 افريج بوينتس بالبطوله الانديه العربيه هاج اليوم 18 نقطه 16 6 ريباوند وثلاثه اسيست شو هالجيم الحلو لرج حطيت موسيقى هلا طابي مع انكرم دلانو عم يعمل ديفنس عليه ريستو اب سكرين من سعيدو شو هاللاعب المهم كثير هذا اللي عم تشوفوه قدامكم نمبر 6 الاجنبي مع فريق العربي قطر انكرم دلانو ريستوم يعطيها لكريس جونسون عم يفوت على السله بموف وطابي بالاوت لصالح الهومنتمن 11 ثانيه باقي من ال 24 سكندز 3 دقائق 24 ثانيه لنهايه الكوارتر الثالث جونسون بفتش على هاتش يلي بفوت فيها على السله هاتش حلوه كثير لباتريك وعبود هيدا العبود هيدا المجيب المشوز هلا يا عبود غني ومين ويهز
البارود دلانو دلانو كمان بيخدع على 2 بوينتس لا حطه لا ستيفان شو هاي شو هاي حبيبي تمشى ونط وتمشى ونط بالمره يا بي يا بي يا بي يا بي بالمره راح البارود راحوا اذا في شويه حسب ما في راحوا شو الدنك الرائع شو الباس الاليوب من هاج لايكوا لايكوا الجمهور واللي على ارض الملعب من ارض بيروت وبطولة الأندية العربية اللي عم تلعب والهوم من من بوم 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 شوفوا هيدي شوفوا هيدي اخ كل 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 مفاصل كل 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 موضوع كل هي 3 بوينتس لمرت 60-55 بابي مع الباصل مقطوعه فاول فاول نمبر 25 بيعمل ان سبورتسمان لايك فاول على هاج فريق من اللبناني بطل من لبنان بطل الأندية العربية رافع اسم الرياضة والشباب والصبايا بلبنان هومين من مولع الجمهور اللي عم تشوفوه على شاشة الاب تي في هاج بيكمل بيسجل وبيقطع الطابة وبيروح على السلة وبيعملوا عليه فاول بيحط اول فري ثرو شو هالحلقة بوسيشن كمان من بعد سبورتسمان لايك فاول خطا متعمد من فريق قطر 62-55 كمان 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 ارتاح البارود ارتاح هاد هاد فوت على السله بيعطي لستيفا ستيفا بتبرم طابي بشكل حلو من هومنتمن هومنتمن بيعطي ستيفا ستيفا بيعطي لا ريستون بيخدع على 2 بوينت كمان ريستون كمان يس ماي مان لك بحبك بحبك شو ما قالوا بحبك يس مش بدي على الهوب 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 دخلك شو هالشوب طارق هون حدي دلانو يعطي لجوي جوي بيفوت والباس اسيست ولعبة حلوة كتير من العربي قطر 64-57 هاج شو عم بيلعب حلو الهاج اليوم ريستوم باتريك بوعبود بيفوت بيكمل فيها على سلة حلوة من باتريك بوعبود والبلوك شات من ال 14 عمر سيك عمر سيك بذكركم لاعب مهم ولاعب سنغالي اجنبي على 3 فاول ليكو رجع اخذها دلانو بيعطي جوي تانجيا اللي بياخذها على لو بوست عم بياخذها على هاج بشوت والفاول على هاج هو قصد اخذها على لو بوست لانه اطول من هاج جسمه اضخم هاج نمبر 15 3 فاولز دخيلك بعد في عندنا كورت الرابع شو شو بنزل انا يا خيي بلعب انا تانجي ما بيسجل اول وحده نمبر 8 لاعب كمان مهم كثير مع العربي قطر تانجي لو غومبو 11 بوينتس 8 ريباوند واسيست واحد فريق القطري ممتاز عم بيلعب بشكل هيك تيم وورك وكل الاحترام لهالفريق يلي اليوم عم بيلعب بالمباراه ربع نهائي ضد هومنتمن بطل حامل لقب الانديه العربيه السنه الماضيه وبطل لبنان واب سكرين بفوت فيها الهاج بيكمل الهاج بيبرمها هيك 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 عرفتوا هي اللفه هيك 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 هاي اللفه من هون اوب 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 تانجي بياخذها على 3 بوينتس يا شباب 66-61 خمس نقاط فرق للهومنتمن قبل 23 ثانية من نهاية الكوارتر الثالث من المباراة مباراة الربع النهائي ببطولة الأندية العربية بلبنان وعلى ام تي في لايف
ومع جمهور قد الملعب واصل صوته لاخر الدنيا، ومشاهدين على ببيوتهم عم تشوفوا الوقت اللي عم يمروا. هاتش على تريد باي سافي مال مانيفيك فانتاستيك، الله يخليك ويهديك ويحميك. تايم اوت، شو حلو هالجمهور. فريق نادي بيروت يلي لعب قبل كمان يلي وصل للمباراة النصف نهائي 69-61 8 نقط فرق لصالح لومنتمن. If you got 14 you screen this guy and big screen you dive and you pop if you see the screen you pop. لعبنا بنشوفه قدامنا نمبر 6 هو الاجنبي مع العربي قطر دلانو لعب ممتاز والنتيجه قدامكم بدايه الكوارتر الرابع والاخير. تمريره حلوه كثير كانت من دلانو، طب بتطلع بالاوت لصالح الهومنتمن ستيفان. شوف هذا، شوف هذا لعب لك شو عم يعمل مع 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 هاد ديفنس، عم يجرب يعمل ديفنس قوي تجوي على هاد. باتريك بوعبود علي شوي علي شوي علي شوي. عمر سيك والخطا بهالوقت بيحسبوا الحكم على اللعب من الهومنتمن نمبر 3 باتريك بوعبود. حاتم مملوك مدرب العربي قطر وجوم جاعز مدرب الهومنتمن، وهون بيحسب الحكم فاول لصالح عمر سيك. تانجي نمبر 8 مع العربي قطر يعطي 22 خالد عبدي لاعب كثير مهم مع الفريق العربي قطر لافرج 47 نقطة بهال سوري 24 نقطة بهالبطولة بكل الأندية العربية. هاج بكمل فيها اول تو واي فاول فاول على اللعب رقم 14 عمر سكر صار عليه اربع فاول. هذه الفوضى مش معقوله هاج، شو هاللعيبه هيك بتحسوه بيمغط كله سوا ايه هيك وبيرجع بيطلع اها. هاج عنده رميتين على الفري ثرو فرصه انه يصير فرق 10 نقط للهومنتمن فريقكم من لبنان وقلب لبنان. 26 بوينت 6 ريباوند و4 اسيست لهاج. ثاني وحده ليصير هاج 28 نقطه بحط هاج. شو هالمباراه الروعه لهاج بيلعبها نمبر 10 بفوت محل نمبر 14 10 تانجي بفوت على باتريك وعبود بكمل على السله ما بيحطها ريباوند لمين؟ ريباوند لإلي ستيفان بيعطي هاج، هاج بكمل فيها بطريقه سريعه سريع بكمل فيها على السله شو حلوه للهاج فاو فاو حرك الدنيا كلها هاج شو حلو حبيبي شو حلو ها
هذه هاج شوفوا والفاول خطا عنده رميته على الفري ثرو 28 نقطه لهاج يلي عم بيشوط هلا رميتين هذا الكوارتر الرابع يس جود شوت نايس بعد واحدة 30 نقطة المباراة يلي عم يلعبها لاعب ممتاز مع الهومنتمن 2-2 والنتيجة 72-61 تايم اوت عودنا هنا كل المباراة اللي هتلعب الربع النهائي بطولة الأندية العربية لايف على ام تي في بالروح الحلوة والجمهور الرائع من الهومنت من لبنان اضرب 73-61 الي ستيفان بيخدها على 3 بوينت شوت تعمل يا كل اخي كل موضوع موضوع وزع حلو يعني مش متفكروا انه ايه والحكم يحسب فاول لصالح اللاعب رقم 10 دار شوي ستة وسبعين واحدة وستين لصالح الهومنتمن دانجي بيخد على الثلاث نقط والطبيب الاوت لصالح العربي قطر المباراة عم تلعب ربع نهائي المباراة اللي فازوا فيها كمان نادي بيروت على فريق الفتح السعودية بالمباراة الربع نهائية اللي كانت قبلها كمان نادي بيروت وصل للديمي فينال نصف نهائي وهلا الهومنتمن بيكمل هيك كمان بيوصل للمباراة نصف نهائي بتكون الخميس بين نادي بيروت ونادي الهومنتمن رجال وابطال اثنيناتهم من لبنان 3 بوينت بهالوقت للنمبر 8 تانجي هات بدنا ننتبه هلا بعد في وقت الباسكت يعني 7 دقائق و50 ثانيه يعني ماتش بحد ذاته بيكون بدنا يكون جود ديفنس لما بيرجع يطلع الفارق دغري اوه عمل له كف ودفش وهيك وسلم عليه هيدي ضربني وبكى ايه هلا سلم على اللي سبقني واشتكى طيب دفج على ريستون ريستون مع هاتش هاتش كمان كمان ماي مان كمان شو هالمباراة الحلوة لهاتش 30 نقطة لهلا باتريك وعبود لإلي ستيفان إلي ستيفان بيعطيها لريستون يا شو حلو شرط فرع ريستو ريستو قال لي بهدي الطابة روق روق عمهلك عمهلك روق الي ستيفان ايزي ايزي ماي مان بيعطي كريس جونسون كريس جونسون بيعطي هاج هاج على زاوية بفوت فيها بيعطيها لإلي ستيفان الي ستيفان تروح لدالانو دالانو بيخد على الثري بوينت ما بيسجل كمان كمان يا شباب ولو تانجي
فاول بالوقت لنشوف على الريست على 13 نمبر 13 كريس جونسون نمبر 13 عليه أربع فاول صار أربع أخطاء على كريس جونسون دخيلة في 6 دقائق 19 ثانية يعني ما فينا نخاطئ جون جايس بيعمل تبديل بهالوقت أول واحدة ما بتتسجل من تانكي على الفري ثرو نتيجة 79 هون لوغومبو تانكي 18 نقطة 8 ريباوند واسيست كمان مباراة كبيرة بالنسبة له باتريك بوعبود هاج ريستو لهاج عم بيلعب فريق العربي قطر زون ديفنس بهالوقت هاج بفتش عاده تحت السله لانه فات جيرو حديد يوم بهالوقت شو حلو لهاج ما ما ماي مان از اون فاير والحكم بهالوقت بيحسب ان سبورتسمان لايك فاول شباب شباب روع 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 ما بدناش الان نحن منيح منيح يا شباب يا عم يا كان بالملعب بعد ما حسب هون ان سبورتسمان لايك فاول على باتريك بوعبود طبعا مع العربي قطر نتيجه 81-65 قبل نهاية المباراة بخمس دقائق 55 ثانية مباراة الربع النهائية اللي عم تشوفوها مباشرة على ام تي في بطولة الأندية العربية 31 على أرض لبنان آخر مرة كانت صارت بال 2009 والنادي الرياضي اللي استضافها النادي العريق والمهم بلبنان لكرة السلة والرياضة وكل العالم العربي ربحنا خمس مرات النادي الرياضي والنادي الحكمي كمان الفريق يلي بتحبوه يلي شجعتوه بكل البطولات يلي لعبت عربيا اسيويا وكان فريق الحكمي ربحها مرتين كمان هم من ربح السنه الماضيه عم جرب تروح اللعبه هيك والجمهور وكل شيء ايه يعني ايش شانسون دوس هيك ايه عارف كيف بتظبط بس انه دوس هنرجع نشوفها كمان بالإعادة شيء ما شفتوا كيف ضربوا بالطابة يعني هذا دونوفن عم نقول عنك منيح وكويس ولعيب ضربوا بالطابة ل باتريك بوعبود هون كان الإشكال ومنا حلوة يعني حسب ان سبورتسمان لايك فاول على باتريك بوعبود بعدين ضربوا بالطابة هو لا يعني بوكي وارد وهيك يعني عرفت ايه
نتيجة 81-65 كوارتر فاينل اللي عم تلعب من بعد ما تأهل المباراة النصف نهائية نادي بيروت من لبنان. كمان إذا كمل هيك فريق الهومنتمن باللعب يلي عم يكون كلهم سوا الشباب منضمنين وعم يلعبوا بشكل رائع الباسكت بول يلي عم يكونوا فيها مع بعض. دالانو نمبر 6 لاعب الأجنبي مع فريق العربي قطر عنده رميتين، عنده أول وحدة دالانو ما بتغبش يا خيي شوي بل انزل هيك شيء شي خصلي من فوق 81-67 الوقت قدامكم عم تشوفوه قبل نهاية المباراة. بوسيشن بالاوت رح تكون مع فريق العربي قطر، قطر ضد لبنان 81 لبنان 67 قطر. طيب الاوت بوسيشن لل 22 خالد عبدي، عم تشوفوه خالد عبدي نمبر 22 ليفل تبعه فوق 23 نقطه 23.5 ببطوله الانديه العربيه مع 6 اسيست و4 ريباوند، لاعب بياخد العقل. بلوك شوتس 3 للعربي 2 للهومنتمن. هذا المباراة النصفية رح تكون من جهة سلا من المغرب، سلا اللي خسر السنة الماضية ضد الهومنتمن بالفاينل مباراة النهائية ببطولة الأندية العربية. سلا هو بطل الأندية الأفريقية وفريق كتير مهم ببطولة الأندية العربية، عم يلعب ضد الاتحاد السكندري كمان من أعرق وأهم الفرق بمصر والعالم العربي وأفريقيا. وتاني نصفية رح تكون الهومنتمن كمان إذا مكملين هيك ثلاث نقط هون لا دالانو ما بيسجل، بتكون بين فريقين من لبنان بيروت والهومنتمن. زينون بيرجع بفوت هاتش، زينون بعده عم يلعب زون ديفنس العربي قطر. ريستوم الوقت عم تشوفوه قدامكم، ريستوم بحاول الثلاث نقط بخدها هون هاتش. زينون على 3 بوينتس ما بيسجل، ريباوند كانت من حديديان لعب كثير قوي وجامد تحت السلة. ثلاث نقاط كمان هون الريباوند لمين؟ ريستو حلو عمل ايزي هات. خمس دقائق لنهاية المباراة كوارتر فاينل بطولة الأندية العربية. إلي ستيفان بفوت بهالوقت، ريستو بيخدها باتريك بوعبود، كمان باتريك كمان دالانو نمبر 6 جود ديفنس من هومنتمن، جود ديفنس كمان يلا هومنتمن يلا. تانكي بيخدها على ثلاث نقط بيجيب الريباوند تاني ريستوم، اباداي ريستوم رجال غير شكل عم بيلعب كثير هيك بطريقه مهمه. هات بيخدها إلي ستيفان برد الطابة يعطيها لريستو، ريستو نمبر 8 لباتريك بوعبود. بعد في ثلاث ثواني باتريك، ثلاث ثواني والطابة بتخلص بتروح لصالح العربي قطر. إلي ريستو اليوم 13 نقطة 9 ريباوند 1 اسيست، لاعب عظيم ريستو بالهومنتمن. بهالوقت عم يرجع يفوت قبل اربع دقائق من نهايه المباراه كريس جونسون لاعب الارتكاز من هومنتمن. شوفوا من الثلاث نقط مش معقول الجمب شوت بيطلع اول شيء نص متر بعدين اخذ هيك لون صغير من برجع بياخذ نص متر ثاني وهيك بيقضيها بالهواء. عم يسكروا دينيفا مثلا
هيك ودلان ولك دلان خدهم منيح خدهم منيح خدهم منيح. شو هاللعيب تفضل تايم اوت لجون جايس بوقته تايم اوت ايه بوقته تايم اوت بوقته بده يكون في تركيز بالباقي ثلاث دقائق و 36 ثانية لنهاية المباراة. بدنا تركيز من الهومات من فرق 9 نقط صاروا حاطين 2 3 بوينتس ورا بعض. فريق العربي قطر عم يعملوا بهالوقت بريس هاج. شوف البريس اللي عم يعملوه العربي قطر. هاج بيقطع عم بسكر عليه دلانو إلي ستيفان لهاج. هاج اللي بيفوت على سلة هاج ريباوند لسيك نمبر 14 بيعطيها لجوي نمبر 2 خالد عبدي كمان على 3 بوينتس بياخذها جوي والريباوند لمين لجونسون والطابه بالاوت لصالح الهومنتمن جود زمطنا منها 3 بوينت زمط منها 3 بوينت ثلاث دقائق على قد لنهايه المباراه هاج وبريس من فريق العربي قطر بيعطيها لباتريك بوعبود بيعطيها باتريك برافو 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 جود جود تمر الطابه اكثر الي ستيفان بيردها لهاج والوقت قدامكم ستة بشوط الرستم على الطابة لصالح قطر بيروح فيها عمر سيك على 3 بوينتس اوه بتعرفوا هو 2 3 3 نقط شاطرون هون بتعرفوا وين ضغطي صار جونسون بيعملوا له دبل تيم لجونسون Give the pass, man! Hodge! عم نظبط بكل صراحة يعني. لكون صريح معك. ثم تقولوا غش مثل الصبي. ضمطنا. Hodge, come on, come on. لعبوا مش بس تبرموا الطابة، ما فينا بس إنه عم ضيع وقت. بدون لعب أكثر، بدون لعب، come on. خلوا البلاي عادي. Hodge على 3 بوينت! Yes, my man, unstoppable tonight. ما بيتوقف. ما حدا مثل هاج الليلة. Nobody. Nobody. عمر بياخد فاول. الخطأ على يمكن هاج. هذا الخطأ الرابع فاول الرابع على هاج. لا هاج ولا مين؟ نمبر 13 الفاول على كريس جونسون هادي ديا جود جيم مان جود جيم يعطيك الف عافيه كريس جونسون لعب السنتر الارتكاز خمسه فاول قبل دقيقه ونص من نهايه الحمد لله يعني يعني لو بعد في شويه وقت زياده كانت مشكله لانه لاعب سنتر تحت السله والريباوند والديفنس قديش عم بيساعد الفريق سيك عمر سيك 11 ريباوند نقطتين وثلاثه اسيست لاعب سنغالي عم يلعب اجنبي مع قطر نتيجه 84-82 للهومنتمن لهلا الهومنتمن بالنصف النهائي مع نادي بيروت عمر سيك بيسجل وحده من اثنين 84-73 دقيقه و26 ثانيه لنهايه المباراه ربع نهائي بطوله الانديه العربيه هات
يعطي لارستو لهاد هاج حلو كثير للحديد يا والعقرب صف فاول خطا على اللاعب رقم 14 بعتقد كمان عمر سيك خمسة فاول بيطلع خمسة فاول من المباراة ورميتين لحديد يا واكسلنت درايف كانت حلوة كثير من هاج بفوت فيها شوفوا بفوت بيعطيها بامب باس بالارض بتروح لحديد يا ليكم اللفق فاول قتلي هاي يس جيرو كمان كمان معلش معلش يلا جود جود دقيقة وتسع ثواني لنهاية المباراة نقطتين ثلاثة ريباوند لجيرار حديديان ريباوند لدالانو لاعب الأجنبي جوي بيخدع على 3 بوينت ما بيسجل وطابي للرستوم وأقل من دقيقة لنهاية المباراة يلي عم تلعب 84 73 11 نقطة هم من فريقهم اللبناني أبطال من لبنان عم يتأهلوا للمباراة النصف نهائية يلي رح تلعب نهار الخميس أكيد طبعا لايف على الام تي في وهم بيخدها إلي ستيفان بكمل فيها حديد يا 34 ثانية لنهاية المباراة ريباوند لا باتريك وعبود والطابة بعتقد هون رح توقف والمباراة بتخلص مبروك للهومنت مان مع هذا الجمهور الحلو يلي موجود هون جمهور يلي بيفتح القلب الجمهور يلي كله صوت واحد بيقولوا لبنان يلي كله جاي يشجع ويحمس لبنان مبروك لنادي بيروت يلي ربحوا قبل بالدور ربع نهائي ومبروك كمان للهومنت مان اثنيناتهم يلي وصلوا على السيمي فاينل بطولة الأندية العربية لايف على ام تي في رح يكونوا نهار الخميس عم يتلاقوا مع بعض فريقين من لبنان ومن تاني مين عم يتلاقوا فريقين يلي هن اتحاد اسكندري وسلا من المغرب مع نشيد الهومنت مان وكل الجمهور يلي اجى اليوم شكرا لكم المشاهدين انتم يلي لكم فضل كثير كبير لانه حمستوا شجعتوا قربتوا ودعيتوا وصليتوا وكنتوا موجودين مع الفريق اللي عم يلعب اليوم هومنت مان وقبل مع بيروت فاذا الفريقين وصلوا للمباراه النصف النهائيه يلي رح تلعب نهار الخميس مباراه النصف النهائيه الثانيه رح تكون مع سلا المغرب والاتحاد السكندري رح تكون كمان جايل موجوده حد كمان كيفك بتشرقط منيحه ايه بالشرقط كيف تطلع معي؟ منيحة منيحة؟ تاخذي شوي عن بعض؟ ايه جرب شرررر اوه اصلية جايال ثانك يو لكم المشاهدين اللي تابعتوا معنا هالمباراة ثانك يو لوطنيتكم ثانك يو لانه بتشجعوا لبنان على طول بتكونوا على الموعد وعلى طول بتكونوا حاضرين بدنا اياكم تكونوا حاضرين نهار الخميس لحتى تشوفوا المباريات وتتابعوا بطولة الأندية العربية على الام تي في شكرا لانكم تابعتوا ان شاء الله بتقضوا ليلة هادية ثانك يو